نحن معلمات بمدرسة الأمل، عم ناخد وركشوب كرمال عدة مواضيع. نحن اتحاد العام للمرأة الفلسطينية، روضة طيور العودة، فرع منطقة وادي الزينة. الحلو انه كان مربيات والإدارة مع بعض موجودين، ومنشوف كيف مشاكلنا مع المربيات كيف نعالجها ومنسمع مشاكلهم. اشتغلنا على الفئات العمرية للطفل، كيف بيكون التواصل بين الموظفين بين بعضهم، بين الأهل، بين الأولاد، كيف نتعامل مع مواقف ممكن تكون فجأة عم بتواجهنا. صرت قادرة أكون عم حول الستريس من سلبي لإيجابي، صرت أقدر أمرن حالي باللغة الجسدية اللي عندي مع الطرف الآخر اللي أنا مصغي لإله، صرت قادرة أكون عم أتعامل مع مواقف بإيجابية وحلها بساعتها، لأقدر أكون عم حل المشاكل بساعة الساعة، صرت أحاول أركز على نبرة صوتي مع الشخص المقابل حتى يفهمني أكتر.